السلام عليكم شباب، جات لكم بعد قطع عن القناة الأولى والثانية شباب. وات شو هالسحبة كلها؟ المهم اليوم نلعب فورتنايت بالطور هاد ليت جيم أرينا. كنت كتير متحمس لوقت التحديث اللي كنت فتح بث مباشر تتذكروا، وصار في مشاكل ومفروض انه بيقولوا انه كمان في البومب، وانا لعبته طبعا مع اصحابي وصرت في ديفيجن 3 مثل ما كم شايفين. تمام، المهم لا تنسوا اللايك، اشتراك بالقناة، وكود الايتم شوب الله يسعدكم، اي كي دبل او مثل ما كم شايفين اسمي اكو اون توب، يعني فيكم تحطوا الكود اذا حابين تدعموني ولا وتكذا الى كبير القمو. يلا ابلعوا، انا تكزئل الاصلية يا شباب، ابلعوا. طيب وين ننزل هلا؟ او معي تشارج، في تشارج هنا كمان، بدي سباس يطلع، هذا سباس احلى شيء هنا. انزلوا انزلوا هون يا هذا، لا هذا الطور يا شباب، المعنى الحرفي لكلمة لقلقة، اللي بعمره ما شاف لك حشوفه هون. طيب ايه وبعدين ثانية؟ واحد وان شوت لسعته. وان 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 نوك 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 على السريع، فنش يا حبيبي ثاني، ابلع. واي كيف قتل صاحبي يا عم العنصرية؟ دمك وين يا حبيبي؟ وانا مش زعلان والله، انا مش زعلان. لا حيش ابني، لو اجوا عليك يرجعوني على اللوبي ويرجعوك. تعبت يا عيال، حرام اخر امي. شباب ليش هيك اللعبه عنصريه؟ والله انه في ديلا مو طبيعي. الجيم الثاني ان شاء الله هذا الجيم فوز يا شباب، يعني مثل ما بتعرفوا انه احنا كثير لعيبه انا والتيم تبعي العشوائي اللي ما بعرف اذا لعيبه اساسا ولا لا، بس المهم يلا ان شاء الله نستطيع. هي شيطونه. اوكي بيقول لك تفائل بالخير تجده، صح؟ ان شاء الله يكون تيم معرق. ايوه سكار، وات هيك موجود هنا سكار، سكار موجود، والله ما كنت ادري، هي اول مره يطلع لي. شوف هذا حسيت انه هيلقم. تعال يا اخي الزون، لا من مصلحتك ولا من مصلحتي، حاجة ذكاء. اطلع عالزون عالزون. الناس يا اخي ضغط ضغط، هذا الطور هذا الطور بده يصير معرق، نصيحة مني يلعب هذا الطور. اوكي وين اختفى؟ ابلع ابلع يا حبيبي. مشكلة يعطي نقاط قليل عن هالارينا العادي. يا حبيبي ايش الضغطات كله، في ناس كثيرة صح هنا. انا عملت ايه؟ يو 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 ارينا عادي، طبعا مثل ما كم شايفين من كثر ما اللي معرق معي صفر نقطة يعني، وان شاء الله نفوز الجيم ان شاء الله.
سمعت صوت هنا. ما ليكو ليكو ليكو. تعال تعال تعال. لا حبيبي، من زمان عم دور على شخصنا. ابلع الكم. من زمان يا جماعة، وين الناس؟ يلا واحد تاني. اوكي تعال. ليش قاعد يلعب كذا؟ شو مشان فوقك حبيب؟ لا غدروني الناس البعيدة، هذا جاتني غدر. لا حرام، هذول الناس اللي بعيدة أكبر مشكلة بالأرينا. التلت بارتي اللي ما له علاقة بالفايت. على العموم شباب، وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى يكون الفيديو عجبكم هيك كرجعة. إن شاء الله حتشوفوا من الأيام الجاي محتوى أفضل بكثير، وراح أحاول أحسن بالمونتاج وأحسن في كل شيء، بس محتاجين دعمكم مشان نستمر. فبتمنى أنه هذا المقطع يوصل 100 لايك بالقناة الأولى والقناة الثانية. فالفيديو مرفوع نفسه مر يعني على القناة الأولى والثانية. ليش؟ لأنه ذيك القناة جيمينج بيتعرف فيها الجيم بلاي العادية، وهي القناة مختصة بفورتنايت، فهذا فيديو فورتنايت بيرتفع عليها. فالمهم أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة.